شيء قدير. لا إله إلا وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أنت السلام منك السلام وعليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتليت ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الساكرين حمد النائمين حمد يوافنا ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وهدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا لذكرك وسحرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إذا الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أبين علينا في سكرة الموت أن نزيد من النار ورفعنا الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.